اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا، ونسألك أن تجعل ما قضيته لنا عاقبته رشدا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وبرد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لا تدع لنا في جمعنا هذا ولا من يشاهدنا ولا في جميع المسلمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها قضاء إلا يسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. دعاء الله إنك أقبله دنبك إنك والدين تيننا الله دافو أنتي نقتك تي أهالين آخرتك تي الله هو ذا نحرجته أنا قال الله نقد هو ذا نحرجته إلهي وحن كبري إلا أمد مسلمين تملك السجوج أمة إن إلهي أحواش ذوها جاجيو خاصة إخواننا في غزة، نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء وأن يطفع عنهم نار حرب الأعداء. اللهم أطفع عنهم نار حرب الأعداء. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، اللهم شتت شملهم وفرغ جمعهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، خالف بين كلمتهم وأتهم من حيث لا يحتسبون، واجعلهم كأسلافهم فريقا يقتلون وفريقا يؤسرون، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير. اللهم أطعم الخائفين من إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم أطعم جائعهم وأمن خائفهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكذلك جميع بلاد المسلمين، الصومال واليمن وسوريا وسائر البلاد وليبيا وجميع إخواننا وإخواننا في السودان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إليهم الأمن والاستقرار، جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. فرج كل مكروب من المسلمين كربته، إلهي كربته الله نقوذ فيه أنت اللي بتيسم ولا الله دبك الله كدل قاد دينت أنت اللي قليه دينت الله كقدم إلهي وعن كبرينا أنت بكتا أما أنت اللي قبكو إن إلهي نوض عافية إلهي نوض عافية إلهي نوض عافية أنت أنا ما شيء سوتي من إيه أنت نلا سعوتها ملك السول الجوغبة قف والباب حاجده إليه الله سيه إلهي نورا لكي هين ولي ذلك والقادر عليه. القرآن قال الله نوض برو قلبك أن الله كسوه عربك أن وناقيس الله كدريريو عملك يسجلك أن الله وافجيو إلهي قرآنك حجه نوغد يقول حجي يسن نوغد رلقين حجة لنا لا حجة علينا الله نوغد يقول إلهي سبحانه وتعالى قرآنك شفيعا يوم القيامة الله نوغد يقول أهل القرآن وأهل الله وخاصتي الله نوغد يقول وبدك أن قبلها أن يقول شيء أن قرآنك الله جعلي سيو دينت الله جعلي سيو قلوبته ذا الله أدومه ودن كان ودن وراسم ويو ودعين الناي الله بركي أمنك يستقرارك يستان الله كريو أنت عن مسلمين تأهين إلهي وكبرين إلهي أكتس وحبكم آه إلهي أكتس وحبكم آه أنت عن مسلمين تأهين إلهي إسلام قلبي وذهو سجدي مسلمين الله كوذا لغو إنه ولي ذلك والقادر عليه مسلمين تنا إلهي إسلام وناكسن وحقه الربا الله وافجيه إلهي سبحانه وتعالى علم ذو ذئي مشايخ ذو ذئي مؤسسات كوذا الله هو إلى ليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب. أنت دعوين كخاص كأصدر ستي تل مجمع أهلا وقد دعيه وأن دعين لنا إلهي قف والباب حاجة ديس الله سي قف والباب حاجة ديس إلهي بأوقه الله سي سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.